تحقيق العدالة والقضاء على الفساد بشتى الطرق والأساليب القانونية الممكنة خطوة تعمل السلطة القضائية على تجسيدها في محاكمة رجال المال والأعمال وكذا المسؤولين السياسيين والشخصيات، محققون ومختصون من ولايات مختلفة وصلوا إلى العاصمة لمباشرة عملهم في تنقيح الملفات المثقلة بالألغاز والحقائق الصادمة. أولاً المحققين اللي اعتمدوا تدعيم الدولة هو محققين نظن يكونوا مختصين في جرائم الفساد، يعتبرون في مرحلة ابتدائية في التحقيق، وهذا ما يبشر خير أنه لأنه جرائم الفساد جرائم متعددة وجرائم تقنية فيها محاسبات، فيها معناها يتعدد ويتفرع الفساد، لذا يلزم ما يكونش دركي عادي أو شرطي عادي حق في الفساد، لازم يكونوا محققين دارسين مادة الحسابات، دارسين مواد القانونية المتعلقة بالفساد، ما هي الجرائم المتبعة في ذلك، وحجم الجريمة تستدعي باش يكون محققين مؤهلين ومختصين في ذلك. معهد علم الإجرام والأدلة الجنائية في خدمة المحققين المختصين في قضايا الفساد لتسهيل مأمورية القضاء في فك شفرة أباطرة المال والأعمال الذين تغلغلوا في أركان الدولة بتسهيلات كبيرة من قبل شخصيات نافذة ومسؤولين. للأمانة صراحة يعتبر من أصدق والمخابر على مستوى إفريقيا، لأنه عندهم مصداقية كبيرة. هذا مش مقول البلدان الأخرى يجيوا يديروا تربص تماك في المحد المخبر العلمي لبوشاوي. أنا ضد ما بالتسرع، ولكن إذا كان طريق تاع المحقق من أجل كشف الحقيقة واستخدام جميع الوسائل تاع التحقيق لو يتطلب الأمر 6 شهور ولا عام لا ضير في ذلك، ما كان حتى مشكل فيها. والمشكل الوحيد هو أنه يكون المحققين متجردين من جميع وسائل الضغط، معناها لما تكون تحقق أمام واحد كان وزير أول أو رجل أعمال كبير يأخذ في عين اعتبار أنه راح يحمي الجزائر من هذا الفساد ومحاربة الفساد. مرحلة جديدة تدخلها السلطة القضائية، محققون مختصون ستوكل إليهم مهمة التمحيص في مختلف الملفات الثقيلة. يأتي هذا في وقت ما زال الحراك الشعبي ينتظر التفاصيل حول الحيتان الكبيرة وما ستحمله الأيام القادمة من مستجدات.